هسه على القصة بوبان باسن، بوب باسن ذا انتس النمل نمل. طيب ريد هنا دو ريمبر وات هابند تو بوب ان ذا لاست ستوري، هل تتذكر ماذا حدث لبوب في القصة الأخيرة؟ خلينا نشوف هذا. Where were the boys going؟ طبعا هاي أين الأولاد ذاهبون؟ كانوا ذاهبون للتمشي في الجبال، طبعا هاي الأجوبة. أوكي. How do you know؟ كيف تعرف أن بوب ما يعني كان ما يزال متعبا؟ Because he yawned. Yawned التثاءب، تثاءب، yawned تثاءب شوية، هاي لفظها نحس. What did Bob sit on؟ ماذا بوب جلس على؟ هو جلس على تل النمل. هسه راح نشوف هنا هاي القصة نقرأها أعزائي. يقول لي Right boys wake up، حسنا أيها الأولاد wake up استيقظوا، it's nearly 5 o'clock، إنها تقريبا الساعة الخامسة. Jim Cooper shouted، هذا جيم كوبر صرخ هتف. We had to get up early because today we were going for a walk in the mountains. يقول اليوم نحن كنا ذاهبون للتمشي في الجبال. Jim was our guide. Jim كان دليلنا. Okay. Bob yawned. هذا Bob yawned. تثاءب. Bob yawned. Paul was asleep. Paul was كان نائما. Okay. Yawned. تثاءب. We got into the camp bus. نحن دخلنا. نحن دخلنا في هذا حافلة المخيم، حافلة مال المخيم. Right boys said Jim، حسنا يا أيها الأولاد قال جيم. It's nearly 2 hours drive، أنها تقريبا يعني ساعتين من السياقة. So make yourself comfortable، لذا يعني قلتهم ساعتين العملية تستغرق سياقة يعني بالحافلة، لذلك يعني أريحوا أنفسكم، اجعلوا أنفسكم comfortable مرتاحين. Let's sing، لنغني، دعونا نغني. Said Hans، قال Hans. Let's go back to sleep، لنعود إلى النوم. Said Basim، Basim قال خلينا نرجع النوم. I yawned، أنا تثاوبت. Paul Chuck and Aziz. Paul Chuck and Aziz were already asleep. Paul Chuck وعزيز كانوا لتوهم نائمين. طيب. The bus stopped at the end of the dusty road. الباص توقف في نهاية طريق يعني ترابي. Dusty road ترابي. We are here. نحن هنا. Said Jim. Everyone out. الجميع إلى ليخرجوا إلى الخارج. طيب. We walked for a quite long time. نحن سرنا for a quite long time. لوقت طويل جدا. A long path. على طول طريق. Through a forest. عبر فورست عبر الغابة. We crossed streams، نحن اخترقنا أو عبرنا الستريم الجداول. Streams جداول. Streams جداول ماء. And climbed over the rocks، وتسلقنا عبر الصخور. We saw flowers and birds of every color، نحن رأينا أزهارا وطيورا بكل لون. They are beautiful، كانت جميلة. Really beautiful، جميلة بحق. Said Basim. Basim قال I've never seen colors like that. أنا لم أشاهد أبدا مثل هذه الألوان. Paul said. قال Paul. Okay. I have. Said. وكذلك أنا. هذا قال أنا أيضا. عزيز قال. G said Basim. G. Okay. I G الموافقة. طيب. A mountain stream with rocks. هذا المجرى. مجرى الجبلي. With rocks ذو الصخور. Okay. هذا المجرى الجبلي ذو الصخور اللي موجودة. Right boys time for lunch. حسنا يا أولاد إنه وقت الغداء. Said Rod. قال Rod. Everybody sat down and took out their sandwiches. الجميع جلسوا وأخذوا ويعني أخذوا بأيديهم الساندويتشز، شو نقول الشطائر. Cheese and tomato، الجبنة والطماطم. I sat down on a rock، أنا جلست على الصخرة. I picked up a sandwich، أنا يعني التقطت يعني أخذت بي أمسكت بشطيرة.
It was covered with a little animals. كانت مغطاة بحيوانات صغيرة. Ouch, ouch, نا يعني ouch يعني شو نقول أخ يعني الصرخ. Ouch يعني الصراخ والتأوه من شيء ما. I screamed, أنا صرخت. Something has bitten me. شيء ما قد عضني. Ouch, ouch, أخ يعني هذا يقول أخ أخ نا. Ouch, ouch, more bites, المزيد من العضات. You are on an ant hill. أنت على تل النمل. سيد باسم قال باسم move تحرك. I moved quickly أنا تحركت بسرعة. Why me لماذا أنا. Why do these things لماذا هذه الأشياء. I said أنا قلت always happen to me دائما تحدث لي. Said the others هو ايش قال. قال why me لماذا أنا. Why do these things لماذا هذه الأشياء. كملوا عاد الجماعة قالوا له happen always happen to me دائما تحدث لي. I don't know that ants أنا لم أكن أعرف أن النمل يحب الجبنة والطماطم. سيد باسم قال باسم the ants finished lunch وهنا عندنا النمل أنهى أكل الغداء. So did we وكذلك نحن we start climbing ونحن بدأنا بالتسلق. أوكي أعزائي بس احنا نشوف الأسئلة. أين كان الأولاد ذاهبون؟ ذاهبون إلى الجبال. كيف تعرفون أن بوب كان لا يزال تعبانا؟ Because he yawned لأنه تثاءب. Why what did Bob sit on؟ ما على ماذا جلس بوب؟ بوب جلس على تل النمل. اثنتين هاي بالنسبة للستوري تايم. التايتل أنتوا تعرفوها. التايتل العنوان. كاركترز الشخصيات. عن ماذا تتحدث؟ لماذا أحببت القصة؟ لماذا لم تحبها؟ والكلمات الجديدة اللي انت شفتها. أعزائي عدنا هذا التمرين. يقول لي are the sentences true or false. طبعا هاي بالنسبة للقصة مع البابا باسم. اوكي راح نشوف هسه. يقول لي the boys had to wake up before 5 o'clock. يقول الأولاد كان يجب عليهم أن يستيقظوا قبل الساعة الخامسة. ترو صحيح. Road border was the guide. Road border كان الدليل. False غلط. Everyone sang on the bus. الجميع غنى على الباص. غلط. Everyone had cheese and tomato sandwiches for breakfast. الجميع يعني تناولوا الجميع had cheese and tomatoes for breakfast. الجميع كان لديهم الجبنة والطماطم يعني شطائر الجبنة والطماطم ليأكلوها في الفطور. True صحيح. Bob was bitten by ants. Bob تم عضه من قبل النمل النملات. True. Bob never complains when had things happen to him. يقول بوب ابدا ما كان يشتكي عندما الاشياء السيئه تحدث له. فولز غلط لانه دائما يشتكي. The other boys find it funny. الاولاد الاخرين وجدوا الامر مسليا عندما الاشياء السيئه تحدث لبوب. هذا صحيح. True.